هذه هون داتا شيت لسترينج ايج. بتتذكروا المره الماضيه طلعتوا لما مررت عليكم طلعتوا على سترينج، هي هم بتشبه سترينج ايج اللي موجود هون، هي معطيني الدايمنشنز من هون ومن هون، وهدول النقطتين هم النقطتين اللي بشبك عليهم. هلا وانت شريت سترينج ايج هيك رح يجي، رح يجي بفويل بماده شفاف يعني ببوليثين باج، وراح يكونوا بتشتريهم مثلا 5 او 10 كل 5 او 10 او 50، وهي الدايمنشنز وهي هي الداتا شيت راح اكبرها عشان نقدر نشوف الأشياء المختلفة الموجودة عليها. لازم نطلع هون هلا اسمهم يوني أكسيال، يعني هذا أكسس واحد رح يقيس، هدول احنا رح نحطهم رح يكونوا أكسس واحد. تتذكروا لما طلعنا على الشافت على التورجنال شافت كان عندي 45 و 135، هلا في منهم هون كمان بنشوفهم اللي هم جايين للتورجن لقياس التورجن. هلا هون إذا بتطلعوا في عندنا مثلا هي هون بعطيني بير باكج أوف 5، لو شريت 5 قديش سعرهم مثلا $89 لخمسة. هلا احد الاشياء اللي بنشوفها الفويل ماتيريال، الفويل ماتيريال هدول الويز، هدول مش معادن، ما في معدن اسمه كارما ولا في معدن اسمه كونستانتان، هذا بيكون عباره عن سبيكه، سبيكه الوي من معدنين بيختاروا له خصائص معينه، مثلا بعطيني التمبرشر كوفيشنت المطلوبه. هلا كمان في شغله مهمه هون عندي التمبرشر كوفيشنت، لازم تتذكروا قلنا لما بحط الفويل على ماده بدي اضمن انه التمبرتشر كوفيشنت اوف اكسبانشن تبع الماده هو نفس تبع الفويل. هلا هون حاطط لي الستينلس ستيل والكربون ستيل، الكربون ستيل بيختلف خصائصه عن هاي وحتى الومنيوم كمان هون. فعندي مثلا حاطط لي اذا انا بدي اركب الماده على الومنيوم تمبرتشر كوفيشنت هاي هذا هو المناسب، ومعمول له ماتشنج التمبرتشر كوفيشنت مع الالومنيوم او مع كربون ستيل او مع ستينلس ستيل، فبختار من هدول واحد من هدول المطلوبين من هون. هذا بعطيني انه الماده هون كارما وهون كونستانتان اللي هم سبيكتين، سبيكتين مختلفتين لهم خصائص معينه. ايش كمان عندي؟ عندي الانسترايند ريزيستنس هيها 350 و1000، منها هاي بختار بقدر اطلع ايش الكرنت لما بنيجي نحسب الكرنت. فلما تيجي تطلع مثلا انا بدي النومينال ريزيستنس اذا كانت 350 والكرنت حاطط لي اياه كمان ماكسيمم اكسايتيشن هاي بالملي امبير، فما بصير الماكسيمم اكسايتيشن يزيد مثلا عن 10 ملي امبير او 15 ملي امبير او 17 ملي امبير او 5 ملي امبير. اذا هون على اساس هاي ومن الريزيستنس هناك بقدر اختار اطلع ال. هلا كمان الجيج فاكتور بعرفش ليش مش محطوط هون الجيج فاكتور، عاده بكون معطيني الجيج فاكتور حوالين 2 تقريبا او احنا كنا نفترضه 2، خلينا نشوف اذا كنا موجود فوق. انا حاطه هون بالسؤال بعرف شو اظن معتبرينه 2 بس الجيج فاكتور 2. هلا اذا ننزل تحت لانواع ثانيه بنلاقي هذا النوع طبعا معطيني هاي البادز اللي بشبك عليهم والدايمنشنز تبعت هذا الجيج. عندنا هلا هون التي واي تورك جيجز اذا بتطلع عليهم شكلهم هو جاي 45 بس مش مبين مضبوط هون 45 درجه، فجاي بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. عندنا كمان انواع ثانيه روزيت سترين جيج كمان تنفع بال 45 و 135. هلا هاي بتنفعناش على الشافت، ما بتنفعنا على التورجنال شافت اللي شفناه لانها مش جاي 45، هاي بتنفع لبواسون جيج. عارفين هي وين ممكن نستعملها؟ اذا في شيء مثل كومبريشن ما اذا عندي لو عندي شافت زي هيك وهيك حط واحد هدول الاثنين بنحطهم بهذا الشكل وبنعمل له الاينمنت بهذا الاتجاه، فواحد منهم راح يصير بهذا الاتجاه وواحد بهذا الاتجاه. نعم تفضل. او للسيركلر سيرفيس ممكن، للسيركلر سيرفيس ممكن تمام، بس ما بينفع لي بينفعش للتورجن لانه لما بعمل له الاينمنت صعب، هذا اعمل له الاينمنت على التورجن على التورجنال شافت. تتذكر كيف حط الورقه حوالين الشافت ولفها حتى يجيب هذا الخط، بعدين ثبته، لما ثبته اجى هذول الاثنين بهذا الشكل. اذا هذا ممكن تطبيق ثاني، بعطينا تطبيق ثاني، وممكن بعض هدول ممكن تجيب منه هذا هون بيطلعوا تنين، فبدك تركب تنين منهم حتى تقدر تجيب ار بلس وار ماينس ار بلس وار ماينس. اذا هذه بالنسبه للهاي ما اظنش في اشياء ثانيه هون، خلينا نشوف اذا في شيء ثاني. بدي اركبها انا واللي هي بتيجي جاهزه كمل مع بعض. لا بتيجي زي ما شفتها بالفيديو، بتيجي فويل فويل، انت بدك تمشي بكل الخطوات تركبها وتثبتها. اه لا خلص تيجي واحده، اه طبعا طبعا هاي تيجي واحده، هاي الفكره فيها انها تيجي قطعه واحده ما بتركبهم اثنين فوق بعض، خلص هذه جاهزه. دكتور هي الفكره بس في الالاينمنت انه ما ايوه الالاينمنت بسهل عليك الالاينمنت بالضبط، هاي الالاينمنت بعملها الاينمنت مباشره مع هذا الشافت تبعت ال 35 و 45، صار بدك تجيب زاويه 45 وتعملها الاينمنت معها ما بزبط. دكتور
يعني هاي ما بي... اذا مثلا حرفت اذا انت عرفت اذا بالضبط اذا حرفت فيها راح تضيع السنسيتيفيتي. يعني هذا هون السترين جيج هذا مش حساس الا السترين اللي بهذا الاتجاه، وهذا سترين جيج مش حساس الا السترين بهذا الاتجاه، ما في له كروس سنسيتيفيتي. فهذا هذول راح نختار منهم هلا هذول جيج في هناك في التصميم لما نكمل التصميم تبع هذاك الكانتيليفر. اوكي ماشي واضحه هاي بتيجيك اذا اجت بالامتحان بتيجيكم هاي الداتا شيت زي ما هي.